بسم الله الرحمن الرحيم كان الكلام في قوله تعالى واتم الحج والعمره لله ومر بعض الكلام ووصلنا الى قوله تعالى في ضمن الايه الكريمه فمن فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ومر أنه لإنسان قد يصد عن الوصول إلى المناسك يصل إلى مكة قريبا من مكة يمنع مثلا يقال له أين التصريح ما عنده تصريح يقول ممنوع هذا شيء يسموه مصدود ماذا يفعل عليه أن يذبح هديا في مكانه ويحلق رأسه وخلص يرجع أحد الإخوان سأل أنه يعني هذا ملزم فورا بمجرد ان قالوا له يلا ارجع يذبح الهدي ويدير ظهره ويرجع لا خلي يصبر يتأنى لعله يفسح له المجال الله عز وجل يفتح له خلي يقعد ساعتين ثلاثة الصبر مفتاح الفرج إذا واحد ما أخذ منه عشر دنانير مو يسوي له يروح ويجي ويشتكي ويصعد وينزل شي خلصه منه هذا حج مو بس يقول لك قوم ارجع ممنوع تدير ظهرك وترجع حاول حاول روح يمين شمال تكلم ويا هذا وذاك وكثير من الاخوان شفناهم اجوا هناك ما كان عندهم تصريح بعدين الله عز وجل يسر لهم بقوا ليلة ليلتين باتوا هناك باتوا ظلوا وراحوا الله عز وجل يسر لهم فإذا فرض أنه ما سمح له قالوا له, له ممنوع خلص ترجع زين الآن هو محرم شلون يحل يذبح في مكانه ويحل يحلق رأسه يعني يحاول بمكانه ما حصل ولو يروح كيلو متر كيلو مترين يحاول يعني ما راح يقدر يحل, يحل يحلق راسه ويحل الا ان يذبح مكان ثاني زين هذا المسجود نجي للمحصر وهو الذي اوقفه المرض منعه المرض ما يقدر يروح هذا ما يحل رأسا وإنما يبعث هديا في ناس مثلا راح يروحون يبعث هدي وياهم إذا كان في إحرام العمره يودون الهدي يذبحوه بمكه وإذا كان في إحرام الحج يذبح في منى هذه ترى تصير كثير احنا شفناها بمكة مثلا كثير من الحجاج يجي ويأدي العمرة خلص الآن باتشر عقبة يكون يروحون إلى عرفات يمرض يمرض يطيح بالفراش ويودوه للمستشفى ويحطوا له المغذي وكذا ويقولوا له خلص انت اسبوع تظل نايم هنا زين شو يسوي هذا؟ عرفات راح تروح منه مزدلفة تروح منه مريض يبعث هدية هذول الرايحين يقولوا ما هذا خروف أخذوه ياكم ومن توصلون إلى منى اذبحوه أو حتى أنا أحلق أحل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله بعدين الايه الكريمه تستطرد وتقول: فمن كان منكم مريضا او به أدم من راسه. الان قد هذا مريض وفرضوا لي ما يقدر هم يبعث نسك كذا، ما في احد يودي له. او عنده مشكله براسه، الان المشكله شنو؟ اما القمل. قلنا قبل ليلتين ثلاثه. تكاثر القمل في رأسه هو محرم بعد ما يقدر متأذي متأذي جدا ففي مثل هذه الحالة عليه أن له أن يحلق رأسه وهو في مكانه لكن عليه فدية عليه فدية الفدية شو تقول الآية الكريمة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك احنا ما ندري شنو هذه شنو هالصيام كثر يصوم الصدقة شنو كثر ينطي صدقة يعطي مئة فلس مثلا ربع دينار صدقة يقول خلصت القضية نسك يعني شنو نسك هذه الآية الكريمة مجملة فسرتها الرواية الواردة عن اهل البيت عليهم السلام الصيام ثلاثة ايام يصير يصوم ثلاثة ايام او هو, هو بالسفر مسافر مسافر رايح للحج محرم حتى يقدر يحل حتى يقدر يقص يحلق راسه او صدقه الصدقه فسرتها الروايه بإطعام ستة مساكين لو يصوم ثلاثة أيام لو يطعم ستة مساكين أو نسك النسك شنو فسرته الرواية بش، بالشات يذبح له خروف هذا نسك واحدة من ثلاثة يختار يريد يصوم ثلاثة أيام يريد يطعم ست مساكين يريد يذبح له لخروف مترتيبية. مو ترتيبية لأن الآية قايلة أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك زين الآن هذا المريض وطايح بالفراش أو سوى هالشغلة هذه عقب ما سوى فرضنا اجوا صار صحة وقدر يروح يروح يسوي فمن فإذا أمنتم فإذا أمنتم واستقدرتوا أو لا المقصود فإذا أمنتم ما كانت هالأمور مالت المنع والإحصار شنو التكليف فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي بداية الآية الكريمة بداية الآية الكريمة شنو قالت وأتم الحج والعمرة لله عز وجل ما حكت عن نوعية الحج والعمرة الحج ثلاثة أقسام تمتع قران افراد العمرة قسمان تمتع ومفرده وهذا يختلف الناس تختلف تكاليفها الشخص الذي راح يجينا هذا إن شاء الله بعدين ليش نخليه إيه بعد دقيقة شوية إن شاء الله نوصل لهالجزء المهم اللي وظيفته حج التمتع آه شو يسوي يروح يجيب حج تمتع وفي حج التمتع هديون هذا فارق رئيسي بين حج التمتع وحج الافراد الان شويه بعد شويه راح نوضحها اكثر ان شاء الله بس نوصل لهالجزء اللي يروح الحج التمتع أحد التكاليف التي عليه أن يهدي هدية يذبح له شيء الآن من جنس الإبل البقر الغنم يكون يذبح أحد الأنعام الثلاثة واجب زين فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ما حصل إما ما حصل حيوان يشتري عنده اموال بس ما في حيوانات او لا ما عنده اموال الحيوانات موجوده الابل والبقر والغنم بس هو ما عنده حتى يشتري هناك بدل فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله إذا من هالآية الكريمة قاعد نطلع أحكام شرعية اللي حج حج تمتع عليه هدي زين ما يقدر يصوم عشرة أيام بدل الهدي ثلاثة وهو بالحج ولو مسافر يصومها وهو بالسفر وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الآن ليش الآية الكريمة قالت تلك عشرة كاملة؟ واحد يقول واضح ثلاثة هناك وسبعة هنا صارت عشرة الآية ليش قالت تلك عشرة كاملة؟ الجواب ما ندري ما ندري يعني لازم كل شيء ندري الآية الكريمة تقول تلك عشرة كاملة يمكن حنحط كلمة يمكن دائما هذه يمكن لازم تنحط واحد لا يبت بالأمور هذا قرآن يعلمه أهله يعلمه النبي وأهل بيته الطاهرون صلى الله عليهم أجمعين أكو احتمال أنه الآية قالت تلك عشرة كاملة حتى ليتصور تصور أنه هذا الشيء تسامحي ثلاثة في الحج وسبعة، واحد يقول زين الآن مو سبعة خو ستة، يعني هي الستة هم قريب السبعة مثلاً. وإلا ثلاثة يعني بالحج خل نسويها اثنين، لا مو بكيفكم. ثلاثة بالحج وسبعة من ترجعون، هذه عشرة، تلك عشرة كاملة. الثلاثة اللي بالحج يوالى فيها، فيها استثناء، مورد استثناء. السبعة أظن قايلين ما فيها توالي من يرجع زين بعدين الآية الكريمة تقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هذا الجزء من الآية الكريمة ذلك ذلك اسم إشارة الشنو للتمتع إذا واحد سأل هذا حج التمتع لمن من اللي يحج حج تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اللي مو هناك مو حاضرين زين شنو يعني أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام الرواية تفسرها تقول ما مضمونه من بعد عن عن المسجد الحرام بثمانية وأربعين ميلا ستة عشر فرسخة ستة عشر فرسخ فرسخ حوالي خمس كيلوات ونص صير خمسة وثمانين ستة وثمانين كيلو تقريبا كما يدور حول مكة دائرة قط إلى خمسة وثمانين كيلو متر تقريبا حول مكة هالناس اللي بذيك المنطقة عايشين وظيفتهم متمتع قران او افراد التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام احنا احنا الان القاعدين هنا كلنا لسنا من حاضر المسجد الحرام اهل مكه وما حولها ياخذون قياس من المسجد الحرام من المسجد الحرام مو من مكه نفس المسجد يحطون حساب من حائط المسجد إلى ستة عشر فرسخة حوالي قلت خمسة وثمانين ستة وثمانين كيلو قريب تسعين كيلو حول مكة الناس العايشين بهالمناطق القريبة عسفان وكذا أمثالها هؤلاء يحجون حج قران أو حج إفراد احنا اللي بعيدين واهل المدينه مثلا المدينه المنوره بعيده حوالي 450 كيلو عن مكه بعيده الرياض كذا هالمناطق البعيده هؤلاء وظيفتهم ان يحجوا حج التمتع ومو مو مخيرين البعيد اللي اكثر من سته عشر فرسخه لازم يحج تمتع والقريب لازم يحج قران أو إفراد هذا في الحج الواجب إذا أدوا الحج الواجب يصيرون مخيرين بين الثلاثة يعني إحنا مثلا اللي بعيدين عن مكة إذا أدينا حج التمتع بعدين واحد حاب يروح يجيب حجة مستحبة يجوز ليجيب حجه افراديه بعض اخواننا بعض اصدقائنا بهالسنين الماضيات كانوا يجون بحج افراد حاجين هم قبل هذا مادين الفريضه حج الافراد شويه اسهل اولا ما بيهدي هدى طبعا جماعتنا من يروح ما يريد يذبح هدى مو لانه يبخل بقيمه الهدى زحمة يقول ما حصل هدي بمنا وكذا وين أذباح فيخلص من هذه غيرنا بعض المذاهب الأخرى عندهم أساسا هو مخير الإنسان بين تمتع قران أفراد فقسم منهم يجيبون أفراد غيرنا يجيبون أفراد توفيرا لقيمة الهدي أنا بالي شفت واحد هناك بمكة يمكن مصري جاي من مصر أو هذا إحرامه الظاهر من مصر لابسة إلى أن واصل المكة الإحرام صاير متسخ من طول المدة ما أدري أسبوع صار له عشرة أيام هو نفس الإحرام متسخ جاي من مصر بحج إفراد الآن ليش جاي حج إفراد يمكن هو قال قال ما عنده فقير ضعيف الحال بالنسبة إلى مئة ريال مئة ريال يعتبرها شغله كبيره مثلا زحمه عليه احنا عندنا هذا ما يصير في الواجب ما يصير تمتع اما اذا ادينا الواجب يجوز للانسان ان ياتي بحج الافراد او القران وبين القران والافراد فروق الان نخليها ان شاء الله بوقت ثاني نجيبها نعم هذا شيء حاصل شفناه أيضا بعض الناس يجون بعض المؤمنين ما عنده تصريح لما يوصل حدود مكة يقولوا له ممنوع ويجبروه أنه يلبس المخيط يقولوا له تريد تدخل مكة تلبس مخيط هم ليش يقولون هالحكي يعني شنو غرضهم عادة عدة من الناس من المؤمنين يقوم يلبس المخيط ويركب السيارة ويمشي له نص كيلو وينزل يرد يلبس احرامه هم هم يدرون هالشغله عندهم خبر بيها انا باخر حجه كنت فيها ويانا احد المؤمنين من وصلنا الحدود مكه ما خلوه ما كان عنده تصريح قالوا له يلا ما تدخل الا تلبس هم عندهم بطل حجه افترضوا ان حجه صار باطل بعد يهمهم بس يخربون حجه هو من لبس الدشداشة وإجا ركب قال له الشرطي قال له ترى مالك حجة قالها هالكلمة عليها لا تفرح بقلبك تمشي لك نص كيلو متر وتلبس هدومك مالك حجة إلى حجة لبس المخيط لا يبطل الحج كأي محرم من محرمات الإحرام الآن واحد بحال الإحرام سوى المحرمات استظل مثلا غطى رأسه استعمل الطيب أزال الشعر أي شيء أي شيء من محرمات الإحرام هذه ما تخرب الحج وهذا مضطر كان مفطر ما يخلو عموما حجه صحيح يدفع كفارة, يدفع كفارة. لا ابتداء ما لحق يجي بإحرامه إلى أن يوصل هناك يقولوا له, له ممنوع يحاول يقول لهم يا جماعة أنا حجي وجاي ولا ترجعوني يحاول يحاول جيدا ربع ساعة نص ساعة لا يسأم لا يتعب إذا شاف لا القضية ما فيها روح تعال شو يسوي صار مضطر يكون يصل إلى درجة الاضطرار أبد قبلها بمتر ما يسوي يظل لابس أحرامه إلى أن يشوف شي يصير زين من ايات الاحكام المرتبطه بالحج قوله سبحانه: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الصفا والمروه جبلان جبلان واحد اسمه الصفا واحد اسمه المروه الصفا كلغه الحجر الاملس في القران الكريم كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا حجر املس صار عليه تراب من تمطر عليه الدنيا اصابه وابل خلص صار راح ما بقى عليه شيء فتركه صلدا، المهم الصفا عادة يطلق على الحجر الاملس، المروه المروه تطلق على الحجر الحاد، الحاد وكان هناك اناس يذبحون يذبحون بعض الحيوانات بالحجر الحاد ما عنده سكين. وبالروايات جاي هالكلام أنه إذا واحد أراد أن يذبح شاة طيرا أي شيء ولم يكن عنده ما يذبح به سكين حديد يذبح بمروة مروة يعني صخرة حادة صخرة حادة الآن جبل اسمه الصفا يمكن بعض صخورة كانت ملساء المروة هم جبل ممكن بعض صخوره كانت حاده ناتئه الان الوضع اختلف انقص من من الجبلين وحطوا بعض المواد عليهم يعني صارت القضيه مو مثل الوضع القديم مو مبين هالوضع المهم جبلان خارج المسجد الحرام يعني منطقه السعي هذه مو ضمن المسجد مو ضمن المسجد لو فرضنا مرأة مثلا حائض او رجل مجنب جاء او جاءت الى هالمنطقه المنطقه بين الصفا والمروه يجوز يجوز هذه ليست من المسجد الحرام وبالمناسبه هاي مساله نقولها حتى بكره نكمل هذه شويه بيها حكي طويل ان شاء الله. ذاك اليوم قبل يومين ثلاثه هالمساله سئلت ناس رايحين للعمره أو إحدى النساء عندهم صايرة جايتها العادة أو يقولون ما نقدر نبقى جايين من بلد بعيد أو يقولون إحنا ما نقدر نبقى عندهم مانع من البقاء هاي يعني المرأة قد تطول أسبوع مثلا عشرة أيام زين وعلى فرض على فرض أنهم اضطروا الآن ما فيها حل خلص ما راح يقدرون يبقون هالأسبوع فهذه المرأة تستني بشخص يطوف عنها ويصلي الركعتين ثم هي تسعى بين الصفا والمروة ليش يطوفون عنها لما تقدر تدخل المسجد الحرام الطواف داخل المسجد بينما السعي المسعى خارج المسجد فتسعى هي تسعى بين الصفا والمروة فهذه المنطقة هي المسعى ان الصفا والمروه من شعائر الله شلون ادنا آه الابل من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ان الصفا والمروه من شعائر الله الشعائر هي الاشياء ربما الاشياء التي عظمتها الشريعه اعطتها قدسيه قدس طبعا الان واحد يقول يعني البعير اللي هنا مثلا هذا إلى قدسيه، لا هذا البعير اللي هنا ما له قدسيه، هذا بعير عادي هذاك ذاك اللي ذبحوا يوم العيد ذاك إلى قدسيه لانه نسك نسك والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، هذا شيء الشرع حطه الشيء الشرع قال هذا الى أه منزلته لازم الذبحوه الذبحوه لله عز وجل عموما هذه الصفا والمروه من شعائر الله او فيهما سعيون زين ليش الايه قالت فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ليش ما قالت يجب عليه هذا كلام ياتينا ان شاء الله